واحنا بنحاول ناخد بعض المصطلحات ونجيب الدلالة النفسية والأثر النفسي ليها في حياتنا، استخدمنا في الحلقة دي مصطلح الرضا. ويمكن كل الناس دايما عايشة سواء بشكل واعي أو لا واعي تبحث عن هذا الرضا، سواء بشكل شعوري أو لا شعوري تفتقد لهذا الرضا. والرضا في أبسط تعريفاته هو حالة من الاستمتاع بما هو موجود ضمن ممتلكاتك النفسية والمادية والمعنوية والمجتمعية، وعدم النفور مما هو غير متاح ليك، وعدم استكثار ما هو موجود من نعم عند الآخر ومش عندك. ده في أبسط تعريفاته. إنك تكون راضي معناها إنك تكون عارف قيمة إيه اللي ممكن يكون موجود في حياتك. وخلينا أقول لك إن في كتير جدا من الأوقات أنا كنت بشوف مجموعة من النفوس دايما تقول لك لو اللي عند غيري موجود عندي أنا كان ممكن أحسن استغلاله أفضل. بس هقول لك أمر في غاية الخطورة. ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق شيء إلا وله حكمة، ولم يمنع شيء إلا وله حكم. بمعنى من أحد القصص اللي كان ذكرها لي أساتذتي إن سيدنا يونس بعد ما حدث ما حدث والتقمه الحوت وظل في ظلمات ثلاث، اللي هي ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ونادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والقصة اللي حضراتكم كلكم عارفينها، وخرج بره بطن الحوت. القصة دي وردت في أثر ربما يكون فيها لبس، ربما تكون صحيحة بنسبة كبيرة، ربما تكون صحيحة بنسبة أقل، ولكن خلينا ناخد هذه العظة. قعد سيدنا يونس على الشط تحت شجرة لأن جلده كان فيه شيء من الالتهاب من العصارة المعدية لبطن الحوت، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين عشان جلده يلتئم. ودقق سيدنا يونس النظر في أطفال تلعب على هذا الشط، فلقى فيهم طفل كفيف. نسي سيدنا يونس الحوت والجلد والالتئام والاستغفار وركز في الولد، لقاه هو الوحيد اللي ما بيلعبش لأنه هو كفيف. فقال يا رب إن كنت قد غفرت لي رد على هذا الغلام بصره. فأبصر الغلام أول ما فتح الولد، أنتوا بتعملوا إيه؟ إحنا بنلعب، بتلعبوا إيه؟ نلعب أي حاجة أنتوا بتعملوها، طب تعالوا لموا الطوب ده، تعالوا اضربوا الراجل ده. حدفوا كل الطوب على سيدنا يونس. القصة ببساطة إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعطي أمر إلا وله حكم، ولا يمنع أمر إلا ولا يحكم أيضا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول إن من عبادي من إن صلاحه في ضعفه فإن قويته فسد حاله، وإن من عبادي من إن صلاحه في قوته فإن أضعفته فسد حاله، وإن منهم من إن صلاحه في فقره فإن أغنيته فسد حاله، ومنهم من إن صلاحه في غناه فإن أفقرته فسد حاله. لذلك كن على يقين تام بأن ربنا سبحانه وتعالى لم يمنع عنك أمر إلا علشان عارف وهو خالق لهذا الشخص اللي هو حضرتك، وعارف أنت هتستغل هذا الأمر إزاي. الرضا انك تكون تمام من راضي باللي عندك، قانع بيه، حريص على الاستزادة بدون ما تبص للي في ايد غيرك، بدون ما تستكثر هذه النعمة لغيرك، انك تسعى دوما انك تكون افضل بما هو متاح من امكانيات الان. لذلك تلاقي كتير من الاسر تشتكي ان يجي ابنها من المدرسة يقول لباباه في وشه انت ليه ما عندكش عربية زي بابا زميلي. اوعى تسمح لأولادك ان هم يناقشوا هذه الامور بهذا الشكل، ولو ده حصل تأكد انك لم تربي أولادك على شيء من الرضا والقناعة والذاتية ان هم يتهموك بما لم يحققوه.